كابتن بلال، الف الف مبروك، الحياه اجمل مع الاهلي. بكل تاكيد يا كابتن، يعني بكل تاكيد، يعني الاهلي صانع الافراح، الاهلي من بطوله لبطوله لبطوله لبطوله، من فوز لفوز 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 لفوز، يعني دايما الشعب المصري بشكل عام سعيد بالنادي الاهلي. انا كراجل اهلاوي بحب النادي الاهلي جدا، وعندي ثقه كبيره جدا جدا في النادي الاهلي، عندي ثقه في التاريخ، عندي ثقه صح. في الامكانيات، عندي ثقه في طبعا رقم واحد في جمهور النادي الاهلي اللي وراه في كل مكان، اللي النهارده ربنا سبحانه وتعالى يعني ما خذلهمش ورجعوا الحمد لله بانتصار وبفرحه كبيره جدا جدا، عندي ثقه في مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيحسن الاختيارات في كل الاوقات، عندي ثقه في الخروج من الازمات في كل توقيت، لان الانديه الكبيره دايما عندها ازمات على طول الخط، ازماتها في انها يعني تاخد البطولات، ان هي تحصل عليها. الاهلي الحمد لله فرح شعب مصر كله، الاهلي النهارده يستحق البطوله حقيقي، حقيقي يعني ممكن تقول يمكن يعني تقول ماتش رايح ماتش جاي، الماتش صعب الماتش سهل، لكن حقيقي الاهلي النهارده يستحق المكسب، حقيقي الاهلي النهارده يستحق البطوله، يستحق المكسب، يستحق البطوله، فرقه النادي الاهلي رجاله النهارده من اول دقيقه لاخر دقيقه، مباراه سيطرت عليها بكل جوانبها، انت الافضل في كل الاشياء، انت الاحسن، انت اللي جازفت، انت اللي ضغطت، انت اللي هاجمت، انت اللي سجلت، انت اللي كسبت المباراه في النهايه، الاهلي النهارده قوي جدا جدا جدا، الاهلي النهارده بيقول اللعيبه نفسها والمدير الفني والجهاز بيقولوا للجمهور النادي الاهلي ثقوا في جمهور الاهلي، ثقوا في لعيبه النادي الاهلي، ثقوا في 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 في, في, في التيم اللي بيدير فرقه النادي الاهلي، المدير الفني والجهاز المساعد اللي معاه، الاهلي الحمد لله من تحسن لتحسن، الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى، الفتره اللي فاتت دي كلها غير المكاسب الاداء متطور بشكل كبير جدا جدا، مبروك للنادي الاهلي الحمد لله اللي قدر النهارده لعيبته ومديره الفني وجهازه انه يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي.